اجتماع ثالث جمع 19 غرفة تجارية وصناعية على مستوى الدولة الاتحادية ومن مختلف المحافظات العراقية. الاجتماع تناول محاور عدة تتعلق بالعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلاقة بين اتحادي وغرف محافظات البلاد. 19 غرفة تجارية وصناعية على المستوى الدولة الاتحادية موجود هنا. كان لدينا لقاء صريح وشفاف وصادق مع الإخوة، تحدثنا عن محاور وسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها حكومة الإقليم كردستان ضمن توجهات السيد رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني. واستكمالا لهذه الاجتماعات التي جرت في أربيل، ستكون هناك زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلى بغداد لحل جملة من الملفات المهمة التي تتعلق بالتحويل المالي ودخول البضائع التجارية بين المركز والإقليم وبالعكس، وآليات إدخال وإخراج الذهب والمعادن الثمينة بالتنسيق مع أجهزة التقيس المركزي والسيطرة النوعية والخطوات المشتركة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات التجارية والاقتصادية. اليوم حقيقة رأيت من الطرفين، كان من الحكومة الفيدرالية أو في المركز، هناك تجاوب واضح، وهذا ما ندعو إليه في القطاع الخاص. أتمنى أن تكون بضاعة الإقليم في بغداد موجودة والبضاعة الأخرى. اليوم شيء المفرح، أكثر من 4000 معمل في الإقليم وكلها عمل وإنتاج وبحالة إيجابية. فيما كلف مجلس وزراء الاقتصاد الاتحادي وزارتي التجارة الاتحادية والإقليم على إتمام عملية الربط الإلكتروني وإيجاد نافذة محددة لتوحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتبادل البيانات إلكترونيا، ويشمل ذلك توحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والمعامل وإتمام عملية التحول الإلكتروني وأتمتة البطاقة التموينية. من أربيل، البشير الحسن، قناة الفلوجة.